كل الفيلم في وقت زي ده برضو يعتبر مغامرة الحقيقة. ويمكن مش دي كانت الخطة المبدئية اللي في الأول، بس لظروف كتيرة جدا خارجة عن إرادتنا كلنا حصل إن الفيلم اتأخر للوقت ده. في الأول وفي الآخر اللي يهمني أكتر إن الفيلم يشتغل بخلاف الدعاية، إنه يشتغل بالورد أوف ماوس، إن الناس تتكلم عنه كلام كويس فالناس تنزل وتقبل عليه وتشوفه ويتحقق سمعة طيبة. واللي يهمني اكتر واكتر من كل ده ان الفيلم بعد كده يبقى مش من الافلام اللي بتنزل في سيزون وتتنسي، انه يبقى فيلم يعيش والناس تفضل تشوفه في المستقبل ان شاء الله. والله انا بشتغل الشغلانه دي من زمان جدا، من قبل ما ابقى مخرج اشتغلت مونتير سنين، فاشتغلت كميه افلام كتيره وشفت كتير. ما بعترفش قوي ان في منافسه، يعني أو يعني المنافسه في الغالب بتكون للصالح، ان الواحد يعمل شغله كويس، بس هو بيبقى باصص لنفسه، تبقاش مقياس قوي الايرادات. افلام كتيره جدا بقت ايقونه من ايقونات السينما المصريه، ولما تدور عليها، لان الايرادات بتبقى ليها عوامل كتيره بره جوده المنتج، توقيت النزول، مين كان نازل قدامه، كانت الظروف عامله ازاي، اتوزع في كام دور عرض، عدد النسخ كان قد ايه، في حاجات كتيره جدا. المنافسه اللي تهمني ان يعمل فيلم كويس انا شخصيا راضي عنه، والناس يلقى قبول عند الناس ويعيش، والناس يفتكروا بأنه فيلم كويس طول عمر. يعني قصة الفيلم بتحكي عن معتز، هو شاب عاق شوية بأمه، مش مهتم بيها، مش مركز معاها، فالأم بتدعي عليه زي أي ما أم بتدعي على ابنها، بس بتحصل أسطورة، ما حاجة فانتزي كده، إن بتحل عليه لعنة هو واللي يقابله في سكته، وبتفضل اللعنه دي تعمل كره تلج عماله تكبر لغايه ما بتحصل مشاكل كتير قوي في الفيلم. يعني فيلم الحقيقه يعني احنا كنا في الاول كلنا، ما فيش حد فينا كان ما يعرفش تاني تقريبا، كلنا كنا نعرف بعض بس هي مجرد معرفه مش اصدقاء. خرجنا من الفيلم كلنا بوند واحد وكلنا اصدقاء وقريبين جدا لبعض بشكل قوي جدا، دي اهم حاجه بالنسبه لي في الكواليس. الصعوبات كان في صعوبات خارجه عن ارادتنا، ليها علاقه بان الفيلم خد وقت شويه طويل في تصويره، والصعوبه اللي كانت اساسيه بالنسبه لي تعب توتا اللي في الاخر، ده كان قرار صعب قوي ان احنا بطل الفيلم يكمل معانا يومين تصوير مهمين وصعبين بشكل حركي، ان هم فيهم مطارده وحركه وكده، وهو كان تعبان، وكان في الاخر القرار ان احنا لازم نكمل الفيلم علشان العمليه اللي كان عاملها توتا كانت هتخليه يقدر يعمل مجهود ده يمكن كمان سنه، فكان قرار صعب وفي تنفيذه وفي اتخاذه، بس يا رب في الاخر اتمنى ان ده ما يتشافش وان الناس تنبسط، هو ده اللي يهمني. البديل ان الفيلم يتاجل سنه مثلا، يعني لا، هو احنا بنعتبر الفيلم يعني هو بطوله الثلاثه الحقيقه، يعني ما فيش فيه مين بطل عن مين. والحقيقه انا كنت مراهن على حاجه ما كنتش شفتها ملموسه قدامي، ان الثلاثه دول مع بعض هينفع اصدق ان هم في بينهم هارموني وكيمياء ظريفه تخلي الناس تكمل الفيلم. والحقيقه بعد اول بروفات ترابيزه اقتنعت ان انا وجهه نظري كانت في محلها، بس لا، هو الفيلم ما اقدرش اقول فيه ان هو بطوله اسماء او بطوله فيشاوي او بطوله توته، هو بطوله جماعيه للثلاثه.